كلنا طيبين، لكن في مواقف بتكون مستفزة وفوق طاقتنا. في اللي بيصالح ويسامح، وفي اللي بيغضب ويشيل جواه. هنستدعي نجومنا على إنهم مطلوبين كضيوف شرف في مسلسل شارع عبد العزيز، أو إنهم ضيوف في برنامج خيري اسمه قلبك أبيض، أو إنهم مطربين جايين يحيوا فرح. وهنشوف قلبك أبيض ولا حلقة جديدة من قلبك أبيض. النهاردة عندي مشكلة رهيبة، لأن ضيفتي صاحبتي جدا. ميرنا المهندس، عايدة رياض، أمينة، ريم البارودي، مي سليم، نشا مصطفى، إيمان العاصي، داليا مصطفى، انتصار، يا سما يا مصري. قلبك أبيض ولا رحمة تبقى قاعدة هنا؟ معاها تليفونها؟ حد معاه نسخة يا جماعة؟ معلش ممكن يعني نروح على الكلام سوا كده؟ أنا جيت هنا؟ أه مساء الخير، هو ده محل الأستاذ عبد العزيز؟ لا استني، أنت هقول لك مساء النور الأول. مساء الخير. مساء النور. هو ده محل الأستاذ عبد العزيز؟ أمري، عايزة إيه وأنا أعملهولك؟ كنت عاوزة أكلمك في موضوع شخصي. لو ممكن تديه رقم تليفون اكلمه. طب ما هي مش حافظه اهي. لا هو لازم اقوله بالظبط اللي موجود؟ لا يعني ما حاولت. يعني الشرطه اللي هنا على فكره. يلا يا جماعه، انا مش هقول الكلام على فكره بالظبط، عشان بس نبقى متفقين. انت جايه ضيفه شرف، يعني جايه مشهد ولا مشهدين احفظيهم، يعني ما فيهاش حاجه. معلش بقى معذورين، يعني مش مثلا كلام صعب مثلا او كتير او كده. ما بعرفش احفظ. طيب ما هو واضح انك ما بتعرفيش تحفظي، فانا ما اعرفش ما بتعرفيش تحفظي بتشتغلي ممثله ازاي. دي مش شغلتك، مالكيش دعوه. على فكره مش قادره اصدق انه بالصمتي نهار اسود انت بتشغلها زي ما بنروح الله يحرقك. بيشغل مين يا حبيبتي؟ يلا يا جماعه تصوير. 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 الاستاذ ممدوح. الاستاذ ممدوح ما بيشغلش حد. يلا يا جماعه استنوا. يعني شغاله. وانت ثانيه، ما انت لو لقيتي تشتغلي كنت جيتي تعملي ضيفة شرف. الو حاج بيومي، سلام عليكم يا حاج. معلش انا عارف، ممكن تقفلوا لي والنبي اقفلوا لي. يلا تاني يا جماعه، يلا من الاول تاني. الو يا حاج بيومي، انا ام زيزو. الحمد لله الحمد لله يا حاج. كده يعني؟ طب بص بقى يا حاج. يا جماعه هو الولد ده يا ريس اللي كان المفروض يقفله؟ مش كنت قفلته يا اخويا؟ وايه النيله دي اللي احنا فيها دي؟ ايه يا استاذ اسامه؟ يلا يا جماعه من الاول تاني. كمان مره ما تقولوا له بيعملوا ايه بالظبط؟ اعملوا في اللي انت يا استاذ اسامه. استاذ اسامه، طالما هي ملبوخه كده طب غيرها والنبي. معلش ما تزعلش مني يعني. انا اسفه بس معلش غيرني. انا ده يقول لي غيرك؟ امال يعني هفضل انا بشتغل من الساعه 6 7 الصبح عشان احنا غلابه؟ وكمان بترد عليا، شايفه بترد عليا مش عاجبها. ما ردش عليكي ليه يعني؟ خلاص يا فندم. ايه ارد عليه؟ ما ردش عليها ليه يعني؟ يعني ايه غيرها يعني؟ من واقفين من 9 الصبح زيها بالظبط يعني؟ بس ما احنا غلابه احنا كمان يا استاذ. واحنا مش غلابه؟ يا
انا مش همثل المشهد ده، شوفوا يلا في داهيه على فكره، انا جايه في خاطر ممدوح ياسين داهيه. الله يخرب بيتك، ما تتلمي بقى. طب ما تقوليش الكلام ده وحش، ما تقوليهوش كتير احسن. طب ما تمديش ايدك عليا عشان ما اقومش اضربه. بس ايه، مش بهزر، خليكي مؤدبه بس. والله العظيم ما بهزر، خليكي مؤدبه بفضلكوا. ايه بلاش اللي تقدر. طب ما تمديش ايدك عليا عشان ما اقومش اضربك قدام الناس، وهضربك بجد على فكره. امسكك من شعرك، لمي نفسك بجد. ما تتلمي بقى على انا عايزه رياضه. هو انا وجع في بطني. ايه حصل؟ لا يمثل. اه عايزه رياض غصب عني. بس بقى بس ايه بقى بس المسلسل هنا بس جاي عندنا خلاص. طب يلا في 60 داهيه على فكره. ايه حصل؟ لا يمثل ممثله هندي. يا اختي تسويق، يا اختي تنيلي على عينك، ده انت قلبت القلب. على فكره انت وقحه وانا مش عارفه ارد عليكي. وحياه ربنا انت ما تعرفيني لو اتعصب، واقسم بالله العظيم لاجيبك من شعري. بقول لك ايه؟ احترمي نفسك. احنا النهارده قررنا نعمل مناظره بين صحفي وبين فنانه. انت من اسكندريه عشان درستي تمثيل؟ اه. ايه اللي خلاكي تغني وما مثلتيش؟ يعني حتى ما حصلتش بعد كده. شيطان. ما هو الشيطان عمل فيكي كده ليه بقى؟ الشيطان وزك ليه؟ الكلام اللي انت بتقوله عليه ده اولا ما ينفعش تقوله عليها. كلامي ما ينفعش تقوله عليها بره. كلامي ما اقدرش اقوله. كلامي ما اقدرش. ايه ما تقدرش تقوله؟ ما اقدرش اقوله. ليه كلامي وحش قوي؟ ايه كلامي وحش ليه؟ ايه يا احمد؟ قلت لها ايه؟ ايه يعني قلت لها ايه؟ لا والله لا انت هتكذبني. لا قلت في كلام في منتهى القذار، وانا قلت لك انا بتضايق من الصحفيين اللي بيحبوا يشوهوا حد، اول حاجه يضربوا فيها على طول الشرف. بلاش انا، اكتب حبيبي على اللي عندهم قله الشرف، واضرب في العرض في اللي عندهم قله العرض. ما تكذبش. شرف مين يا ابو شرف؟ احنا نهزر. شرف مين؟ انت مش كل واحد يقول حاجه. بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ ليه زعلانه؟ ليه زعلانه؟ عشان جايه من الساعه 9 بس. لا اصل هم قاعدين يقولوا كل شويه هتمشي. عارفين ان انا عندي شغل، والمره اللي فاتت جيت وقعدت وفضلت قاعده مستنيه حلقتين. ايوه يعني ومشيت. فيها ايه يعني؟ قصدي ما هو ده شغل برضو. طب يلا نبتدي. طب هروح بس اجيب حاجه. هي ثانية واحدة، هنشوف قلبها أبيض لغاية فين. أنا عندي كنت مثلا مشيتي ومصورتيش أحسن ما تنشيني اللوكيشن كده، يعني كل الناس متنشنة. أنا كده رضيت ضميري، يعني أنا بالنسبة لي احترمت الكرو، احترمت البروجرام. أنت جاية احتراما لينا احنا بس، ولا أنت خدتي تشيك أول يوم فكان لازم تيجي؟ معلش. طب أنا اضطر إن أنا يعني مش المفروض جاية إنها تعمل مشهد ومش عارفة إيه. انا متاسفه جدا، سيبكم براحتكم بقى تحلوا بقى. طب ودخلتينا ليه؟ طيب دخلتينا ليه وعملتي فينا كل ده وكربكتيني ودخلتيني اللوكيشن وسابتني ومشيت في الاخر؟ يعني هزقتوني معاها وخلاص. انا زعلانه حاجه واحده بس، طب ما دي خلفيه احمد، الناس تقول ايه؟ طيب اصل فاضل ربع ساعه. يعني دي ما كنتيش قلتي ولا لا؟ طب خلاص انت هتخلصي امتى؟ ما خلاص اتفضلي حضرتك خلصتي. انا عندي خلصينا بقى. الحاجه الوحيده اللي انا اكتسبتها من الدنيا اللي فاتت دي كلها ان انا حد كويس. انت كنت حد كويس جدا. لا ما كنت. بقيتي سودة. بقالك ساعة عمالة لو. يا حبيبتي انت مش عايز تمشي. قرفتينا بصراحة. اتفضلي. دي حاجة تعرف. انا بس عايزة افهم حاجة، انت ايه اللي مقعدة كده اصلا؟ بس قلت ما سيبهاش قاعدة لوحدها. حنين. لما تخلصوا الرندفو اللي حصل بين الانسه والاستاذ وقلناه. يعني اوعى يا ابني، اوعى يا ابني، دي حاجه غريبه. في ايه بس؟ قعدت تقولي الدنيا شمس وهي قاعده لوحدها. هي كانت قاعده متسليه قوي الحقيقه، يعني ما كانتش محتاجه خالص انها تصور حلقه. لا ما سمعتش كويس قوي. طلعت الجوازه الحكايه. انت عارفه ان انا كنت بغير هدومي؟ ده مش معناه خالص ان انت تقعدي ترغي مع خطيب. يا هوالي انا مش حابه اسمع الحوار ده. طيب انا بقول انا مش عايزه اصور خلاص، انا الموقف ده ما احترمتوش. طب ماشي. وانا كمان مش محترمه اسجل في البرنامج الغريب ده. اكيد انا مش هاجي هنا تصوير عشان خطيبك يجي يقعد معايا وانا عاكس خطيبك، يعني مش فاهمه. طب ما هو ده اللي حصل. يا خطيبي مثلا مش مالي عينك؟ لا مش مالي عيني. انا صراحه مش مالي عيني. اه انا واخده زباله يعني. لا هم انتوا رايقين على بعض عشان انتوا الاثنين يعني شكلكم قريب من بعض. ممكن ما انت قعدت تقول بسرعه بسرعه بسرعه، ولا عملت شعري ولا عملت ميك اب. اقلع النضاره وبعدين انت بتطلعي البرنامج بتاعك. نشوه تمشي، نشوه تجري، نشوه. وبعدين في ثانيه واحده، احنا الاثنين لابسين ابيض. ده المركب ده عشان بتاخد نص ساعه بس. احنا مش في كادر، مش في كادر واحد. احنا مش في يعني
بقى في مسافه بينا. ايوه احنا اتنين لابسين ابيض مش حلو خالص. لا مش على مش حلو، انا مش عايز حد يلبس زيي. ما انا مش زيك خالص. اتكلم بس مع ايهاب. يا ايهاب انا ما اقول ارجعوا يا جماعه يبقى ارجعوا، يلا ارجعوا. لا مش هيرجعوا يعني، قولوا لهم احنا مش راجعين. جنان على جنان بقى. في الاحوال اللي زي دي تدوها حقنه مهدئه او جلسه كهرباء فتهدى. انا عايزه اقول لك حاجه، انا مثلا في تقديري الخاص انت مش ممثله اصلا. انت مين اساسا؟ انت انا نمره واحد والله. نمره يا اسكتي بقى. صلى على النبي. صلى على النبي يا ارهام. مش هرد عليك. انتوا جايبين لي واحده سودا معقده يا جماعه. طب انا ما عنديش اسئله اقولها لك. انتوا ما قلتوش الاستاذه على الحلقه ولا ايه؟ ما كنتش تعرف ان انا جايه. انا قلت لهم ان انا يعني ان انت ما عندكيش حاجات كتير ممكن اسالك فيها، يعني مش مثلا ممثله مثلتي مسلسلات او عندك قصص كتير او افلام او كده، يعني انا حتى مش عارفه اقدمها كايه. يعني مثلا ان هي كانت رقاصه ولا مذيعه دلوقتي. لا مش رقاصه. امال ايه؟ عمري ما رقصت. بيقولوا عليكي كنت رقاصه. ما يقولوا اللي يقولوا. ما ممكن حد يقول ان انت كنت شغاله برضو بروومن يعني عادي. انت ما سمعتيش عن قناه اسمها فلول خالص؟ فاتحه قناه بتغني فيها انت لوحدك طول النهار؟ لا يعني هو في الاخر مصنفات قفلتها وحبستها. مصنفات قفلت القناه واتحبستي؟ ما تعرفيش انا اتحبست؟ رحت السجن يعني؟ لا رحت الحجز. يعني سوابق؟ 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 مش حاجه غلط يعني القناه؟ هو انت هتمثل انت كمان سوابق ايه؟ على فكرة العيلي عندها أول موضوع بالمناسبة. يعني مين اللي كده؟ انتي تتكلمين زي ما هي. مش عارفة انتي مجنونة. مع مين؟ مين يا حبيبتي؟ تعالي وقعدي جنبي عشان أعرف انتي مين. تعالي. لا ما يشرفنيش أقعد جنبي. أنا ممكن أكون مؤدبة ولطيفة وكل حاجة ومش عايزة أقل أدب عليكي ولا عليه. طب لو طولتي أهلي ربوني. قرف شريرة والله. بنت وحشة. إيه ده؟ أنتي إزاي قلتي أدب كده؟ واحدة جاهلة ومتخلفة وسودة حاجة يعني آخر غباوة. تعرفي تتعاملي مع ناس بتتكلمي. ما تمديش إيدك بقى. لا لا أنتي تأذى أدب. والنبي علينا. لا ما تقلقيش سيبي نفسك خالص. احنا عاملين اوردر الحارة دي، هتجيبوا الضيف قولوا له يلبس زيي. لكن انا ما ببانش غير انا لابسه جلابيه وهي لابسه بنطلون. خلاص تلبس جلابيه. روحي رفعت هات جلابيه. هات جلابيه يا استاذه. مين عايز يلبس جلابيه؟ ما هو ده الفورمات بتاعت البرنامج ان كل لوكيشن ليه اللبس. لا هو ايه المشكله بالجلابيه؟ ممكن لا مش هلبسها. ايه المشكله بالجلابيه؟ لا الجلابيه وحشه جدا مش عاجباني بصراحه. لا يعني انا مش معقول البس حاجه وحشه. هو ده مش نوع خروج. لا مش انت تلبسي حاجه وحشه يا جماعه. ما هو مش انت تلبسي حاجه وحشه. لا انت بتقولي ان الجلابيه اللي انا لابساها ما كنتيش هتلبسيها. حلو عليكي انت قمر كنت طالعه حاجه حلوه عليكي بس انا بلبسها. استاذ احمد جه يا احمد مش حاجه عشان بس انا مش هلبس انا الجلابيه يا جماعه. بجد ايه يا جماعه؟ عشان انت لازم تبقى عارف الضيف اللي جايه. ايه ده؟ ايه ده؟ عارف الضيف اللي جايه. وحضرتك كنت فين ساعتين يا استاذ؟ انا بغير ما دخلت لك انت ما فهمتنيش اي حاجه. احمد نعم. خلاص يلا يا احمد عايزين نصور. بيرزعني الورقه والقلم كده. ايه خلاص بقى. ايه المشكله اللي مزحتها ده؟ كل واحد عايز يعمل. بقول لك ايه يا بابا انت؟ لا ما تفضل تشيش الورقه في الكوريدور. لا مش بابا. لا مش تشيش الورقه في الكوريدور في وشك هبل ده. طب يا جماعه انتوا هتفضلوا قدام بعض كده ايه يا عم حضرتك؟ ما تسجدك يا عم. يلا بص ده يا بقى عشان ما نعملش معاك خواطر وام الاوضه يا عم. ده على الله حمدي. ان شاء الله ما تجننش يا الله. بس يا ابيض دي ايه يا احمد؟ ايه يا احمد؟ ايه يا احمد؟ ايه يا احمد؟ خلاص يا احمد. احمد صلى على النبي. بس يا ريت يعني انت هتروح لواحده ست؟ يعني تضرب واحده ست؟ اضرب واحده ست وانا ضربتها؟ طب خلاص. وانت اللي بتعمله ده صح يعني؟ صح. وانت صح انك قاعده تضحكي على افهاتها؟ ما هو لا انا بضحك عليكم انتوا الاثنين عشان انتوا اصحاب يعني. يا احمد ينفع الكلام ده؟ واضح ان انتوا اصحاب قوي. طب يرضي ربنا يعني كلنا اصحاب. انتوا مش اصحاب انتوا الاثنين. طب ودي شتيمه يعني يا احمد؟ اه. طب اتكل على الله. اقعد ساعتين مستنياكي. وانت عارفه ازاي بتاكل؟ لا بتشرب؟ لا بتعمل شعرها؟ ما لازم اكل ولا مش بنعدمه ولا ايه؟ بتاكلي في بيتك؟ لا انا في الشارع بلف. يا استاذه انت حضرتك وصلتي شنوخه وهنبتدي نردح لبعض يا احمد وانت نوخه. لا 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 ده انا جايه على نفسي وراضيه اعمل معاه يا ستي. مش عامله اتفضلي. عارف ليه؟
عشان بس المواسيط اللي بيني وبينها هو المنتج بتاعي. طيب. بتاع مسلسلي، فقال لي معلش والنبي روحي انقذي موقف نادر واعملي مع حضرتك مع قناه كذا، مش عايزه اقول ايه، مع كده اعملي لي حلقه. قلت له مع مين؟ مع كده ده قال لي مع واحده اسمها ريام سعيد. واحده اسمها مش واحده، مش واحد. هو انا مش معتذره عن دور انت خدتيه بعد ما انا اعتذرت عنه قبلها بيوم. بس مفيش منافسه تمثيل على فكره. لا لحظه، مفيش منافسه تمثيل خالص. احنا سننا مش واحد عشان يبقى في منافسه. قصدك ان انا اكبر منك قد امك مثلا؟ قد امك ولا قد جدتك؟ انت نغه يا بنت والنبي نغه، لسه في ثانوي. يا برضه اتفضلي. لا اتفضلي. لا اتفضلي ايه وانت بتكروشيني؟ اللي انت بتعمله ده اوفر. يعني ايه اوفر؟ احنا كنا قاعدين وبناكل يا جماعه كلنا بره وبتاع، في ايه يا احمد يعني؟ انتوا مجانين يا جماعه، في ايه؟ بضرب لكم يتضرب وانا مالي؟ ان شاء الله عندك ما صورتي. هو انت فاكره لما تصوري هتنقذي الدراما المصريه ولا ايه؟ تصوير. انتي خش عندك؟ يلا يا كريم حد يا عم. بس يا احمد فين؟ حضرتك ما تتكلمش معايا. يعني انت شخصيا ما تتكلمش معايا. لو سمحتي. اتكلمي بادب. لان طريقتك دي بتدل على تربيتك. ملهاش دعوه بقى انت مذيعه تطلعي في التلفزيون، التربيه شكلها ايه؟ هو كل ده عشان ورقه وقلم يا احمد قالت لك. وبعدين بقى واللي بعد الورقه والقلم قالت لك ايه؟ شتمتك بالاب؟ اقسم بالله ما هشتغل. ما تشتغليش يا ستي، ما تمشي. طيب الشارع مفتوحه اهو. لا دي بنت قليله الادب، دي قليله الادب. دي لو كانوا افتكروا يربوها في البيت كانت بقت احسن من كده. زينه وهركليز.